أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم من إخواننا الشيعة وإخواننا السنة، وحلقة جديدة وهذه الكلمة سواء التي نحاول أن نوصل من خلالها رسالة من قناتكم صفا للتقريب بين إخواننا بعد إبراز مواطن الخلاف حتى نتفق في النهاية على هذه الكلمة، فلا يجوز أن نتقارب دون أن يعرف كل الآخر. أعزائنا المشاهدين، في بداية الحلقة أرحب بسماحة الشيخ شهيد البغدادي من مركز النجف الثقافي من العراق، أهلا بك سماحة الشيخ شهيد إذا كان معنا على الهاتف. أيضا أرحب بفضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرور المشرف العام على جمع السنة النبوية، وحتى يأتي أو يتحقق الاتصال بسماحة الشيخ شهيد، وكنت في بداية الحلقة بأمر من مديري القناة قال ابدأ بسماحة الشيخ شهيد حتى يتحقق الاتصال به، والزملاء بدأوا الاتصال به منذ 10 دقائق على أقل تقدير. حتى يتحقق الاتصال بسماحتي نبدأ مع الشيخ عدنان. شيخ عدنان أهلا بك. أهلا بك وبالمشاهدين جميعا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما هي، كررنا هذا السؤال مرارا، ما هي غايتنا من هذا الحوار؟ يعلم الله من فوق 7 سماوات أننا نريد وحدة هذه الأمة بعد توحيد المولى عز وجل واتباع رسوله حق الاتباع. والله عز وجل جعل القوة في وحدة المسلمين لا في تفرقهم، ولا تنازعوا فتفشلوا. والنزاع اليوم بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة لا يفضي إلى خير، هذا التنازع والتشتت. وحدتهم على توحيد الله ووحدتهم على كلمة سواء كما دعا إلى ذلك، كما أمر الله عز وجل رسوله أن يدعو أهل الكتاب، فمن باب أولى أن يدعو الذين هم في إطار الإسلام العام أن يدعو بعضهم بعضا إلى كلمة سواء. ما هي الكلمة السواء؟ إذن ما قال الله قبلوا لحى بعضكم واشتروا عيوبكم ووحدوا صفوفكم، بل قال إلى كلمة سواء، أي كلمة نتفق عليها نحن وأنتم، وأن تكون هذه الكلمة حقا. نحن الذين بدأنا لها مرجعية. جميل. نحن بدأنا وهذا ما له علاقة بالموضوع حتى لا يحسب الوقت، لأنه ما دام فنحن الآن نادينا بهذا طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدنا بيننا وبين الإخوان الشيعة عقبات وأبواب موصدة. أول باب اصطدمنا به الاختلاف على المرجعية، فهم يرون أن القرآن كما صرحوا بذلك فيه تحريف، وبالتالي بطلت المرجعية له. وأهل السنة والجماعة بكافة أطيافهم ومشاربهم يعتقدون بهذا الكتاب أنه المرجع الأول، المرجع الأول والصحيح الذي لا يمكن التنازل عن حرف واحد من هذا الكتاب العظيم. إذن لابد حل هذه الإشكال، لابد حل هذه الإشكالية. العقبة الثانية التي صدمتنا ونحن نسعى نحوهم لهذا أمر من الله، وإذا بهم يسقطون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. 100,000 و10,000 صحابة يكذبونهم ولا يرون أن يقبلوا الرواية إلا من 7 منهم علي رضي الله عنهم جميعا. إذن هذه صدمة كبيرة بالنسبة لنا.
دعك من عاطفتنا وإجلالنا لأبي بكر وعمر وصحبه، لكن هنا الآن سقط الكتاب عندهم وسقطت السنة إلا من طريق علي. سمع الشيخ عدنان، فضيلة الشيخ عدنان، أعزائي المشاهدين، يحاول الزملاء منذ تلت ساعة تقريبا قبل بداية الحلقة الاتصال بسماحة الشيخ شهيد وسماحة الشيخ عبد الحميد مركز النجف الثقافي بغداد، ولكنهما يتهرب من هذا الاتصال، وكل يوم كما ذكرت نحن الذين نتصل بهم حتى يكون لسانين لإخواننا الشيعة، وحتى تكون المناظرة مكتملة بعد انسحاب الزميل منذ الحلقة السابعة. وننادي كل يوم بأن تتداخل معنا العشر قنوات الشيعية التي ترد أو تلقي شبهات فقط لا ترد علينا، فنحن لا يمكن الرد علينا لأننا نرجع إلى كتاب ومنبع صاف واحد هو القرآن الكريم، فمن أين يأتي بالرد إذا كان القرآن تبيانا لكل شيء؟ وقال المولى وما فرطنا في الكتاب من شيء. وأرجو من سماحة الشيخ عبد الحميد وسماحة الشيخ شهيد أن يتواصل معنا، وبأمر من مدير القناة قبل الحلقة أمرني بأن أبدأ بسماحة الشيخ شهيد، هذا للعلم نحاول الاتصال بهما ويتهربا. تفضل. من الناحية الشرعية تقول لم نستطع أن نصل إليهما، والله أعلم، لعلهما إن شاء الله يخرجان بعد قليل إن شاء الله. إن شاء الله. إذن العقبة الثانية وجدناها كبيرة جدا. العقبة الثالثة، كنا نظن أنهم يعتقدون أننا مسلمون لا مؤمنون، مسلمون على الأقل. فوجئنا بنصوص واضحة جلية من ضروريات دينهم، أن ربنا غير ربهم، أن نبينا غير نبيهم، أن الصحابة غير الصحابة، وأعلنوا بذلك كما رأت النص من الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، هو موجود عندك، ممكن تقرأ، ممكن يعني أكمل إلى أن نأتي بالصفحة. طيب، إذن هذه عقبة كبيرة. يا ليتهم اقتصروا على تكفيرنا، يعني بالجمل بدأوا بالثلة الطيبة الطاهرة التي زكاها الله عز وجل في كتابه. هذا هو النص. تفضل اسمعوا أيها المسلمون، من أكبر علمائهم، والله بدون تحضير، والله بدون والله يسمعنا بدون اتفاق مع الأستاذ محمد، لكن أنا ما أردت أن أتكلم إلا لإشغال الوقت ريثما يتصل الإخوان، والله الذي يشهد، طلب منهم الأستاذ محمد، قال لهم اتصلوا بهم قبل أن يفتح الخط المباشر عليكم بالهواء. نعم. قال اتصلوا بهم لأنه سنبدأ بهم حتى لا يكون لهم عذر في ذلك. نعم. فضل. وأيضا اسمعوا هذا النص من نعمة الله الجزائري والخميني، أيوة، من كبار كبار علمائهم، وترجم ترجمات يعني مثل عندنا أبو حنيفة، الشافعي، أحمد، مالك، مجاهد، الله مبارك، ابن تيمية، وهكذا. نعم. أعزائي المشاهدين، أيضا من الإخوان الشيعة، إذا ما كان أحد من إخوان الشيعة يريد الاتصال فالخط مفتوح، هناك خطين القناة مفتوحين تماما لاستقبال اتصالات إخواننا الشيعة أو أحد القنوات العشر التي تلقي شبهات وترد أو ينبغي أن ترد لا نسمع لها صوتا، فهم في واد ونحن في واد آخر، رغم أننا قلنا أنها كلمة سواء نريد أن نوصلها، ولا بد أن يتوفر الطرف الثاني حتى يبرز وجهة نظري. رأيت رأيا الآن أن خطر ببالي. نعم. ما أعرف من الناحية الفنية هذه القنوات لو كانت تريد حقا وهداية وللعباد رشدا، لأنه دائما الطرام الكلام من طرف واحد لا يفضي إلى اتفاق، كما كان يعني الخصمان مجتمعان، إذا كان الخصمان يعفن مجتمعين هو هذا الذي يفضي إلى الخير. فلو أن هذه القناة أي قناة منهم يتصلوا هنا ويقولوا نحن نعرض، فيكون شيخ عندهم في قناتهم دائما عبر الأقمار الصناعية. أيوة. هذا أيوة. نعم. وهنا ويكون الصوت وتكون مناظرة إن شاء الله يومية إلى 10 سنين حتى نتفق. نعم. التليفون أعزائي المشاهدين كما ترون على الشاشة أمامك. ولا يتصل به أهل السنة، وكل من اتصل فيه واحد من أهل السنة يخطأ. يتصل به الشيعة الذين يحبون أن يناظروا أو يحاوروا أو يتفاهموا. نعم. أنا أتدخل في الشؤون الفنية بسبب الشيبة. نعم. لك هذا.
المخرج يوافقك يعني. قال لي في الإرمذي قال ذكر الإمام الخميني كما في كشف الأسرار صفحة 123 الإمام آية الله العظمى الإمام الخميني كما في كشف الأسرار صفحة 123 قال إننا لنعبد إلها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهدم نفسه ثم يقوم بهدم نفسه ويشرف يزيد ومعاوية وعثمان وسواهما من العتاة في مواقع الإمارة على الناس ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم لا يعبدون ربا يعني جعل يزيدا ومعاوية وعثمان خلفاء وأمراء على هذه الأمة. وقال الإمام الخميني كما في كشف الأسرار صفحة 123 يهدم نفسه يتهم المولى عز وجل. ها هنا ملاحظة. أول شيء هذه هدية لبعض الأحزاب الإسلامية، هي هدية ظريفة في بعض الأحزاب الإسلامية التي لا تعي ما تقول، عندما تقول ليس بيننا وبين الشيعة خلاف، إذا اتفقوا على السياسة ستروا أمور الدين. هذه هدية خاصة لبعض الأحزاب، وهدية هذه لأهل السنة، هذه هدية من إمامهم الخميني. أنتوا تعرفوا هو إمام حديث يا مولاي، يا ريت أنه يسب أبا بكر أهون مما قال، هذا سب الله. كيف؟ قال إله يهدم نفسه، إله يهدم نفسه. ليش الله ولا معاوية؟ لاحظ لماذا ولا الله معاوية؟ شيء لا والله لا يقبل، والله ما قال هذا نصراني، والله في عند اليهود شيء من هذا، ما يقولون الله يهدم نفسه لأنه ولا هؤلاء. وهو الذي ولا معاوية، هو الذي ولا أبا بكر. نعم. ولذلك حديث البخاري، وهو الذي ولا علي، أيوة لا شك. ولذلك حديث البخاري ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، الضمير هنا الفاعل على من عائد؟ على الله. إذن هو الذي يستخلف، فوالله ما جاءوا بحجة إلا كانت عليهم. من الذي استخلف أبا بكر؟ إما الشيطان يكفرون لأن الشيطان لا يستطيع أن يستخلف نملة، وإما أن الله هو الذي استخلفها فنقول سمعنا وأطعنا. الله أكبر. أما الأعزاء المشاهدين، نعمة الله الجزائري قال عن أهل السنة كما في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 278، نعمة الله الجزائري الإيراني قال في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 278 عندي هنا، نعم، إننا لا نجتمع معهم أي مع أهل السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام. أعيد وذلك أعيد إننا لا نجتمع معهم، لا نجتمع معهم على إله، يعني على إله، على إله ولا على نبي، ولا نبي ولا على إمام. والله النصارى يقولون نجتمع مع المسلمين على الله عز وجل، يقول نجتمع معه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، بل هذا الكفار قريش يقول نجتمع. ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن نقول بهذا الرب، لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هذا في الأنوار النعمانية. كيف تقبلون هذا؟ دعني من عموم الشيعة، قد لا يدركون معنى هذا، يوافقون أو لا يوافقون. هذه هدية كذلك ثانية لعموم أهل السنة، يقول إمامهم ربنا غير ربهم، نبينا غير نبيهم، أصحابه غير أصحابه. إذن عندي تعليق. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. صدق الله العظيم. بس جزاك الله خير وبارك الله فيك. يعني لا نختار النبي على هوانا. إذا أحسنت. نعم. إذا المسألة الأولى وجدناها عقبة القرآن الكريم وناقشناها على مدى 7 ثواني. طب بعد ذلك شيخنا، نعم، سماحة الشيخ حسين غبريس من علماء المسلمين إخواننا من لبنان، أهلا بك سماحة الشيخ، وقد شرفتنا بالاتصال حلقة واحدة، وانتظرنا سماحتك وانتظرناك لدماثة خلقك وحلو كلامك، أهلا بك. تحياتي لكم. أهلا وسهلا ومرحبا
وإننا نشهد أنك على درجة من الخلق واللطف، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك والمسلمين جميعا شيعة والسنة لما اختلف فيه من الحق، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تفضل سماحة الشيخ. أنا أولا يعني أحيي سماحة الشيخ العرعور الذي بقي طيلة هذه المدة معكم، ويعني أنا أكن له كل تقدير واحترام حقيقة، لست أجامل في هذا المجال. وكذلك الأخ المقدم العزيز، ربنا يخليك، الذي أثبت أيضا أنه يملك ثقافة عالية ومعرفة هامة، لك الشكر. كنت أتحدث مع الأخ الذي اتصل بي قبل قليل، رغبت أن أوجه بعض الملاحظات لما في ذلك إن شاء الله لله رضا. وقال نتفضل على الهواء، أنا حاضر إذا سمحتم لي دقيقتين أو ثلاث دقائق، ممكن؟ خمس دقائق. لا خمس دقائق. طيب طيب. لا خمسة الآن فقط ولا خمسات متتابعة؟ خمسات متتابعة. تفضل سمحت الشيخ حسين. تفضل. أول ملاحظة أن بعض من سمع المحطة قبل مدة عندما كنت معكم لمرة واحدة ولم يخدمنا الخط الكهرباء في لبنان مع الأسف الذي ينقطع دائما، التوتر الكهربائي في لبنان مشكلة كبيرة. لذلك اتصل بي بعض من سمع الحلقة، بعضهم كان يعني لأقول الأمانة كان يؤنب بطريقة ما أنه لماذا أنت تتحدث بهذه الطريقة، وأنا طبعا أقول من الشيعة وليس من السنة. لا. الذين تكلموا معي بهذه الطريقة. لا. قلت لهم إن شاء الله نوفق في مرة قادمة من أجل أن أعاود الحديث مع المحطة التي أكن لها، أقول مجددا أكن للمحطة والعاملين فيها كل احترام وتقدير، وآمل لهم إن شاء الله أن يكونوا ممن يعملون في خط الإسلام والدين بإذن الله تعالى. أخي العزيز وسماحة الشيخ العرعور، أنا لم أكن مطلعا على المحطة من قبل، عندما تحدثت معكم في تلك الأمسية لم أكن أعرف ما هي محطة صفا للأمانة أقول، ولا طبيعة البرنامج الذي دخلت عليه كمن يؤخذ وهو مغمض العينين ومكبل اليدين، يقال له ويرمى في البئر كما رمي نبينا يوسف عليه السلام، ويقال له نفسك يعني بالطريقة هذه. نعم. فمن هنا لم أكن لأمانع في اللحظة الأولى، لكن بعد أن عدت وانقطع التيار الكهربائي وحال الاتصال بيني وبينكم، اليوم أو يومين تابعت المحطة وكنت أرى أسمع النقاش الذي كان يجري بين سماحة الشيخ العرعور من جهة وبين أخوة آخرين سواء الشيخ شهيد أو أي آخر متصل من أي بلد آخر، لذلك رغبت وسجلت بعض الملاحظات، آمل أن تتقبلوها بكل محبة وتقدير. تفضل. أول نقطة، أنا من المؤمنين بالوحدة بين المسلمين وأعملها بكل قوة، وأنا واحد من أفراد مشايخ علماء مسلمين في لبنان منذ ما يزيد عن ربع قرن من الزمان من السنة والشيعة، بإكماننا بأن لا خلاص لهذه الأمة من فرقتها وتشتتها إلا بالوحدة بين العاملين في كل الميادين في أي قطر من أقطار العالم الإسلامي. نعم. وأنه لا مصلحة أبدا على الإطلاق لأن يرى العدو هذا التشتت وهذا يعني الحوار والنقاش الذي يأخذ بعض الأحيان نوع من الحدة، وبعض الأحيان أرى أن هناك بعض الأشخاص لا يتقبلون الآخر وفكر الآخر، لذلك يأخذون بالكلام الغير سليم، وبعضهم يشتم وبعضهم يسب وكذا، هذا ليس مصلحة لا للمسلمين ولا حتى لغير المسلمين. لا. ولا للعلماء ولا لغير العلماء، لأنه هذا عمل ينفر حقيقة. لذلك أنا يعني أخاطب الأخ الشيخ العرعور وآمل أن يكون لنا لقاء وجها لوجه مباشرة، لأني أرى فيه الخير إن شاء الله. ننتظر قدومك سماحة الشيخ حسين. أنا والله حاضر في أي وقت إن شاء الله. لذلك لا أرى أن هناك يعني إمكانية عبر الحوار المتلفز. أولا الشيخ عرعور في استديو يعني يجلس في مكان مرتاح فيه و
يناقش عن بعد عبر الهاتف، مرة ينقطع ومرة لا ينقطع. والناس يحكمون عادة على ما يرونه أمامهم. نعم، بس سمعت شيخ حسين يعني لا أرى أن هناك مصلحة في إمكانية أن الحوار يمكن أن يصحح عقيدة ما لا عقيدة الشيعة إن كان فيها خطأ، ولا الآخر إن كان فيه عنده يعني بعض الشيء الصحيح أو مشاكل ذلك، هذا ينفر. وبالتالي الطريقة المثلى للنقاش هو أن يجلس الناس فيما بينهم للحوار. أنا أوافق في كثير من المواقف والكلمات الشيخ العرعور، وأقول جزاه الله خيرا، لأنه بحسب الظاهر والله أعلم هو يريد الخير للأمة الإسلامية، ويريد أن يبين للناس أين مكان من الخطأ ومكان من الصح. لذلك أرى أن ما حصل أو ما يجري على من حوار على المحطة، يعني نترك أعداء ديننا وما يضمروها هؤلاء، ويجلس يتفرج علينا، نقارع بعضنا بعضا في النقاش، وليس كل الناس في نفس المستوى من الفهم والوعي حتى يميز الحق من الباطل والصح من الخطأ. لذلك أرد أقول أيضا أنه ليس هناك من المسلمين الشيعة من يؤمن بأن هناك من هو أفضل من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سمعت الشيخ حسين بعد إذن حضرتك، مهما على شأنه أنا شيعي بعد إذن حضرتك. لا عفوا، يعني أنا لي الحق أنا أقاطعك عشان أربط. بس سمعت الشيخ عبد الحميد وسمعت الشيخ شهيد وعبد الحميد تحديدا قال أنهما نعم أنه أعلى من إبراهيم ومن موسى وعيسى وغير ذلك، وذكر أو ذكر أو استند إلى أن الله تعالى قال يعني الإبراهيم أنك يعني جعل إبراهيم إني جعلت لا هي غير دي، قالوا أن المولى عز وجل جعله عبدا قبل أن يجعله نبي، وجعله نبي قبل أن يجعله رسول، وجعله رسول قبل أن يجعله خليل، ثم جعله إمام بعد أن جعله. إذن الإمامة أعلى من المراتب التي مرت، وهذا موجود في كتب الإخوان الشيعة. وبالتالي كان سؤال الشيخ عدنان، تفضل آتي لي بدليل من كتاب الله نص صريح. دي حاجة الشيخ حسين. سمع الشيخ حسين، نحن نقول لك ونجدد لك الدعوة، تفضل أشغل هذا الكرسي وأشغله الشاغر منذ الحلقة السابعة، وقد نادينا بهذا من إخواننا الشيعة، ونقول لهم المسألة ليست كما يدعون عدم دخول مصر، فمصر آمنة ومطمئنة وتسمح لكل ضيف وترحب به، والقناة ترحب بكم وتستضيفكم على نفقاتها الخاصة حتى يتم إكمال المناظرة. هذا أمر. الأمر آخر، نحن اليوم نتحدث سماحة الشيخ حسين حول المهدي المنتظر، إذا كان لديك ما تبلي بدلوك فيه فتفضل. اسمح لي أخي عزيز، تفضل. قلت لك وأؤكد من جديد على هذه الملاحظات التي أتوقف عندها وأستميحكم عذرا، أنا أقول لك ليس هناك من مسلم شيعي من يرى أن هناك أفضل من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق. طب بعد إذنك شيخ حسين، بعد إذنك سمعت شيخ، ليس المقاطعة، يعني إذن ترفضون كل ما كتب في أم الكتب لديكم وفي المراجع الموثقة؟ ينبغي من علماء الشيعة الأفاضل الكرام أن يعلنوا تبرؤهم تماما من هذه الكتب، وهي نصوص موجودة عندنا وردت في يعني أوثق المصادر لدى الإخوان الشيعة، وقد أتى بها سماحة الشيخ أو فضيلة الشيخ عدنان أكثر من مرة وقرأها على الإخوان الشيعة الشيخ عبد الحميد والشيخ شهيد. يبقى إذا ما أردت أن تقول هذا حضرتك فنرجو منك أن يعني يصدر بيان من أئمة ومراجع وآيات الشيعة حتى يكون ذلك فيه مصداقية. يعني عفوا، نحن لا نعتمد على عليك كمصدر، أنت إمام وعالم لا شك في ذلك، لكن نريد يعني مرجعياتكم يقولون بهذا في فتوى وتنزل على قناة صفا. تفضل. سبق أن قلت أخي العزيز وأؤكد من جديد وأتحمل مسؤولية كلامي أمام الله تعالى أولا وأخيرا، أن هذه السجلات لا تؤدي إلى الغرض المطلوب. وبالتالي أنا أقول لك كمسلم شيعي 12، لا أرضى أن يتم التعرض لأي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا التعرض لنساء النبي، ولا سيما السيدة عائشة رضوان الله عليها.
ولا على الإطلاق ما يؤدي إلى هذه المسائل التي تخدم المنهج الذي يريده أعداؤنا. أنا لست في وارد أن أدخل في نقاش حول أي موضوع خلافي بين المذاهب، وأنا معك أن يصدر هناك رأي واضح من علماء الشيعة يؤكد على أن الأساس عندنا هو كتاب الله القرآن الكريم، وما يأتي بعد ذلك من سنة رسول الله يتطابق مع القرآن الكريم هو المأخوذ عندنا، وهو الحكم وهو الحكم وهو الأساس والمرجع. وبالتالي إذا حصلت بعض الكتابات في بعض الكتب قد يفهم منها تارة أنها تشوه معنى معين أو كذا، فهذا الأمر يحصل في كثير من نعم أنا أوافقك، لكن كما قلت سمحت الشيخ حسين، قال سمع الشيخ حسين أن المرجعية خط انقطع، أن المرجعية كتاب الله. كنت أسأله سؤال أقول له إن شاء الله نتواصل بالاتصال معه لأن الحق يأتي لنا بنص قطع الدلالة لا متشابه ولا يعني يستنطق بروايات بإمامة علي والإثنى عشر آخرين. قال أنا شيعي إثنى عشري، والشيعة الإثنى عشر كما قال سمع الشيخ شهيد بالأمس أن من أصولهم الإمامة والعدل الإلهي. فخلينا في الإمامة، يأتوا لنا بنص كما قال الشيخ عدنان عين لام ياء، أتى بزيد وبالهدهد وبالنملة وبأصغر من ذلك، يعني يعني إن نرجو أن يتواصل اتصال بسماحة الشيخ حسين ويكون معنا إلى نهاية الحلقة. تفضل. الحمد لله نجدد لسماحة الشيخ حسين لا نجدد له الدعوة لكي يشرفنا على هذا الكرسي الشاغر منذ الحلقة السابعة. نبدأ حلقة المهدي في الشيخ عدنان. طيب فضل. ما تريدون أعقب على لو تعقب في دقيقتين فقط. طيب تفضل. سمعنا هذا الكلام الطيب الجميل من الشيخ الفاضل ونحن نوافقه على أن تتحول هذه الجلسات إلى محاورات لا إلى مهاترات ولا إلى شتم، لكن هو نفسه شهد من أول هذه الحلقات إلى آخرها أنه لم يخرج من فمنا شتم واحد لا لشيعي ولا لعم الشيعة، فضلا لآل البيت الذين يشوشون القنوات على الناس ويقولون لهم أن أهل السنة لا يحبون آل البيت أو يشتمون آل البيت. لكن يا أستاذ قد عم البلاء وطم، وأنت تعلم أن في قواعد الفقه قاعد إذا عمت البلاء وبيسموها الأحناف عمت البلوى فلا مانع من التصريح والتوضيح للناس، لأنه الآن لا بد أن نوضح ما الذي دفعنا إلى مثل هذه الحوارات. أننا وجدنا في الأسواق كتب تدعو إلى الاعتقاد بتحريف القرآن، وأنت علمت بهذا وقرأت هذا وسمعت في الحوارات. فهل نحن المذنبون أيها المكرم؟ والله إني أحب النقاش معك، وستجدني إن شاء الله أنا ومن معي أن نتوصل إلى كلمة سواء، لابد إما الخطأ معنا أو الخطأ معكم. فعندما وجدنا هذه الكتب تدعو إلى الاعتقاد بتحريف القرآن، هل نحن أيها المكرم الفاضل هل نحن مذنبون إذ قلنا احرقوا هذه الكتب أخرجوا فتاوى؟ لقد والله ناقشت شيعة من الكويت ومن غيرهم من قبل 30 سنة ونحن نقول يا إخوان، إذا كنتم أنتم تريدون أيها الإخوة الإخوان الشيعة كنتم تريدون الوحدة كفوا هذا في أذية. يا ترى هل تتصور أن الشيعة يطبعون كتابا فيه غمز في فاطمة؟ ممكن ولو أو نقاش في الموضوع لا يقبلون. هل صارت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، هل صارت فاطمة وعلي أكرم عند الله عندهم من كتاب الله عز وجل الذي انتهك عرضه؟ الأمر الثاني، فوجئنا والله أنا من المفاجئين، والله ما كنا نعلم مع شيوخي أن هكذا عقائد الشيعة. فوجئنا بهذا اللعن والسب والشتم ومن السستاني وغيره أن عقيدة التكفير واللعن لأصحاب هي من أصول المذهب وهو من ضروريات الدين عندهم. فنحن مضطرون الآن، نحن مضطرون للرد على مثل هذا سواء بكل صراحة في قناة في ندوات في محاضرات في محاضرات في كتب. إذا من الذي بدأ بالاعتداء؟ هل رأيت سنيا أسألك بحبك لعلي وحبي لعلي ولعنة الله على الكاذب
إن كنا لا نحب علي رضي الله عنه أرضاه، هل رأيت سنيا يأتي بكلمة صغيرة أو كبيرة علي أو بحق فاطمة؟ نحن كمان لما يا أخي الكريم تكلمت عن المهدي قلت كلمة إنه المسردب في السردب، وهي كما يقول أهل اللغة ندخل في المهدي لحظة. نعم. أيوة الوصف اللازم. الوصف اللازم. لما تكلمت هي قامت قيامتهم أنت تستهزئ بعقيدتنا. هم يدعون تحريف القرآن، يسخرون من أبي بكر وعمر، وأنت تعرف الكتب ماذا يصفون مما أستحي أن أذكره الآن، وفي هناك نساء وأطفال مما يصفون به عمر بن الخطاب. فضل الشيخ غدان عفوا ندخل في موضوع المهدي. معنا على الهاتف الأخ محمد من ألمانيا. أخ محمد أهلا بك، وموضوع حلقة اليوم حول المهدي المنتظر، تفضل إذا كان لديك ما تضيفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعظم الله أجورنا وأجوركم يا مسلمين بمصاب أمير المؤمنين في هذه الليلة وسيد البلغاء والمتكلمين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام على يد الغادر عبد الرحمن بن ملجم المرادي. تفضل. أخي الفاضل وأخي الكريم، يؤلمنا جدا أن نسمع مثل هذا الكلام في هذه القناة وهذا الازدراء بعقيدة طائفة كبيرة من المسلمين، وما هي عقيدة الشيعة بالمهدي إلا هي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن طريق سنة رسول الله. نعم. وصلتنا أن الإمام المهدي عليه السلام من ولد فاطمة الزهراء. أخ محمد. نعم. والبخاري ذكر ذلك. محمد يا محمد يا محمد كبير. يا محمد يا أخ محمد استمع محمد. تناظر مع الشيخ عدنان. يا فضل. محمد يا حبيبنا، نحن الآن تدعي أن العقيدة في المهدي، لاحظوا أيها الإخوان، يقول أن هذه عقيدة ولا يجوز الازدراء بها. طيب الآن أقرأ في ثلاث دقائق فقط وأقرأ ما هي العقيدة في المهدي، ثم بعد ذلك تدلل بكتاب الله عز وجل أو بسنة متواترة مقبولة عند الطرفين، وعند ذلك سنعلن اليوم الإيمان بهذه العقيدة. جميل. إذن حتى يعلم الناس ما هو محور الكلام، ما يعرفون الناس من هو المهدي. اسمع أيها الحبيب، المهدي عندكم تكلم في المهد، لاحظ الأمر الثاني، ينشأ في يوم مقدار سنة. قوة المهدي أو عفوا شكل المهدي إسرائيلي، شكل المهدي إسرائيلي. الأئمة هم الكلمات، هو كلمة تلقاها من آدم، يعني آدم لما الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات، أي منها المهدي. طبعا كل شيء أنا أستطيع أن أقول وبصورة من الكتاب الذي قال، وقالوا هذا من العقيدة. المهدي عرج إلى السماء كما عرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهدي دموي، يقول لا يخرج حتى يكثر القتل في الناس، بالعرب بالذات، بالعرب يقتل أكثر العرب، أكثر العرب. لا، هذا يجب قتل أكثر العرب حتى يخرج. ولذلك الجهلة من الشيعة، الجهلة والفجرة والمجرمين منهم الذين يكثرون من قتل أهل السنة في العراق حتى يرضى المهدي ويشرفنا يخرج، أنه قال لا يخرج حتى يكثر الدماء. مداخلة شيخ عدنان بعد إذن حضرتك. أعزائي المشاهدين، كل القنوات العراقية منذ ساعة تقريبا أذاعت نبأ وخبرا عن قتل 50 من معتقلي أبو غريب في العراق، وكان 50 من الإخوان السنة لأنهم معتقلي دخلوا فوجدوا أن الإخوان الشيعة من الحراس، ليس هناك حراس أمريكان، حراس فقط الآن عراقيين ولكنهم من الإخوان الشيعة، دخلوا قاموا بتمزيق المصحف الشريف، هؤلاء الإخوان الشيعة من العراقيين، وألقوا بهذا المصحف في دورات المياه، فاعترض الإخوان السنة المعتقلين الذين لا حول لهم ولا قوة وليس لديهم سلاح، فقام الإخوان الشيعة بقتل 50، وهذا الخبر الآن على كل القنوات العراقية. يستمع إليه الأخ محمد. طيب
إذن هذه الدعوة الآن عندما يسمع الجاهل الشيعي وغير الجاهل، عندما يسمع، وهذا السؤال للسنة أكثر من شيء، عندما يسمع يقول يا لثارات الحسين. ما معنى هذا لغة؟ نحن عرب ونفهم هذا النداء. يعني الآن في مصر وفي صعيد مصر وغيرها، عندما تقول المرأة لابنها يا لثارات أبيك، ما معنى؟ يعني قم فانتقم من قاتل أبيك. خذ طار، خذ طار زي ما يقول عندنا في الصعيد. أيوة، خذ الطار بتاعه، خذ الطار. إذن ما معنى هذا النداء اليوم؟ النداء عندما يقوم الشيعة في الشوارع وفي الخطب يا لثارات حسين، ممن يريدون أن يثأروا، ونحن نقول لعنة الله على قاتل الحسين وعلى من يرضى بقاتل الحسين والإمام علي. أيوة، لا، ولعنة الله على قاتل عمر ومن يرضى بقاتل عمر ومن يحتفل بمقتل عمر. نرجع، إذن مشكلة المهدي هذه العقيدة. الآن هذا الذبح بالعراق، نحن نقول لا يجوز بحال من الأحوال، وليعلم الجميع نقول هذا دينا لا تقية، لأنه لا نؤمن بالتقية، لا يجوز قتل الإنسان لدينه أو مذهبه. السؤال للأخ محمد عشان بس وقت الحلقة. سؤال، المهدي يحكم بحكم داود، المهدي يحكم بحكم داود، يعني شكله إسرائيلي جسمه ويحكم بحكم داود. المهدي يدخل، هذه بسيطة، ما هي مشكلة؟ لا وقتها، تكفير كل من لا يؤمن بالمهدي وبالتالي يستباح دمه. والله بودي أحاور الفاضل الأستاذ السؤال، أنت عايز دليل من القرآن الكريم الآن بعد أن المهدي يزار وتتلقى منه التعليمات حالياً، حالياً يزار، عندي أدلة، منذ 1200 سنة أبدا يزار، يدخلوا عنده. يعني ألم يدخل السردام منذ 1200 عام؟ جالس عايش 1200 سنة؟ إيه نعم، عايش. يعني مشان تعرفوا أيها الإخوان أنه الحسن العسكري هو آخر الأئمة، الأئمة عندهم من الظاهرين. طبعا ولا إمام منهم تولى إلا علي وقليل الحسن رضوان الله عليهم. هم يعتقدون أنه عندهم 12 وليا يعني إماما، لكن أراد الله من فوق 7 سماوات أن يبطل هذا المذهب. كيف؟ فجعل الحسن آخر اللي هو رقم 11 جعله الله عقيما، عقيم بدون مال ولد. فلما مات قامت قيامة الشيعة، إذ وين الابن الذي يرث الولاية والنبوة وصفات الألوهية؟ فحاروا في أمرهم وتفرقت الشيعة تفرقا كبيرا. هذا ذهاب الشيخية الأخبارية الأصولية، ومن قبل البطحية وغيرهم من الفرق اختلفوا فيما بينهم، وكفر بعضهم بعضا بسبب هذه المشكلة. وأراد الله أن يكشف هذه المسألة من وين الـ12. فجاءهم من جاءهم، وكنت بدي أقول إبليس بس سحبتها حتى لا أحسس الموقف، يعني سحبتها. فجاءهم من جاءهم وقال لهم قولوا في الإمام 12 ولكنه مختبئ بالسرداب. طيب، اختبأ هذا الرجل عندهم بالسرداب، كان يدعون عمره 7-8 سنوات مختبئ بالسرداب، وحتى الآن 1200 سنة جالس في السرداب يعطي التعليمات ويخرج أحيانا يحضر عندهم المآدب وسفك الدماء ويصحح ما صدر من كتب وفتاوى وغير ذلك. صحيح، نعم، ويصحح الكتب، يرشد. سؤالك بقى، سؤالك. نعم، سؤالي الآن، هذه العقيدة التي نص عليها الأئمة الشيعة في كتبهم، حبيبي قلت كلمة جميلة، قلت أن هذا عقيدة، والقرآن الكريم لم يغادر عقيدة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا، هذا بقى بيرجع على الكتاب. نعم، لم يغادر عقيدة إلا بينها. الآن تتشرف على الجميع، أنت باعتبارك تدافع عن هذه العقيدة وتقولنا أن الله قال في الموطن الفلاني، كما سمعت من أخينا محمد ومنا ومن أستاذ محمد ومنا كلهم، أن الله عز وجل بين العقيدة. يا 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 أحبابنا الشيعة، الله عز وجل بين مسائل الحيض،
بين مسائل الطلاق، بين مسائل الاختلاف في الإرث والمواريث. يعني حضرتك عايز نص من القرآن، تفضل استاذ محمد. استاذ محمد من ألمانيا، تفضل. نريد نصا على هذه العقيدة التي تعتنقها، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخي الكريم. أنا ما أعرف هل الشيخ العرعور يريد أن يسقط الشيعة أم يناقش الشيعة. يعني كأنما هناك مسألة يعني في نفس الشيخ العرعور. دعك مما يا أستاذ محمد، يا أستاذ محمد، الشيخ العرعور قال ما هو موجود في كتبكم من صفات للمهدي المنتظر. نريد منك نصا من كتاب الله، لديك هذا النص؟ يخرج أصلا عن الموضوع، هو يخرج عن الموضوع. أنت الذي تخرج عن الموضوع يا رجل، هو يسألك هل هناك على هذه العقيدة نص من كتاب الله؟ أنا الآن أريد منك أن تكون منصفا، أنت مقدم برنامج. برضو نفس المنطق، نفس المنطق بتاع من يتصل بنا. يعني يا أستاذ محمد، ما هو عدم الإنصاف في أنني ألزمك بسؤال الشيخ؟ ما هو عدم الإنصاف في ذلك؟ حتى لا تضيع وقت القناة. تفضل. أولا عدم الإنصاف الوقت. أنت غير منصف في الوقت. أعطي لنا هذا النص. الثاني، الشيء الثاني، اولا هذا اولا، الشيء الثاني انت مهاجم وليس مقدم برنامج. عنده دليل ولا صرفه؟ عنده دليل يا استاذ محمد؟ لا لا لا، هذا سلاح ضعيف. عندي دليل. هات يلا، هاته. هذه هات عندك دليل ولا تنصرف؟ الوقت اثمن وقت الناس. هل تقبل بالبخاري؟ لا، اقبل بالقران اولا. لا، هذا ان الحكم الا لله، هذا كلام الخوارج. الله اكبر. لا، هذا كلام اسمع الخوارج. اسمع البخاري. اسمع يقول الله عز وجل، يلي دعيت انه فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. تقول لي الخوارج الان عقيده مثل هذه العقيده كفرتم الناس عليها وسفكتم الدماء لاجلها، عاجز ان تاتي بايه والبخاري على الخشم والعين؟ لكن الآن القرآن في كل بيوت الناس، ما بتستطيع أن تحرف آية أو تكذب على القرآن، لأنه القرآن موجود بين أيدينا. أما الآن تأتي بنص البخاري وتلف وتدور كما سبقك بذلك إخوانك الأولون. عندك آية تبين العقيدة، تقول لم أجد في كتاب الله، بعد ذلك ننتقل إلى السنة. ولا نسمح لك بصراحة، لأننا تعبنا من هذا الأسلوب وضيع الوقت. عندك آية هداني الله وإياك سواء السبيل، تقول هذه الآية، أو تقول أمام الناس لا يوجد في كتاب الله، تقبل بالبخاري لك على العين والرأس بعد ذلك. انقطع الاتصال به. أخ محمد، يعني لم تأتي بدليل، أحيلك إلى ما كتبه الأستاذ أحمد الكاتب. هذا كاتب شيعي من مواليد كربلاء وتربى في حوزتها، وأصدر كتابا حول المهدي المنتظر. هذا الكتاب أو بحثا حول المهدي المنتظر أسقط فيها هذه الأسطورة، وقال الكتاب اسمه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. الكتاب اسمه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، للأستاذ أحمد الكاتب. وقد كفانا هذا الشيعي المنصف ما قيل، كل ما قيل في المهدي من أحاديث، بأن قال وأعتقد أنهم كانوا يوردونها، أي أدلة المهدي كلها، من باب الغريق يتشبث بكل قشة. وأعتقد أنهم يوردونها، أي تورد أنت كل ما لديك من أدلة حول المهدي، من باب الغريق يتشبث بكل قشة، وإلا فإنهم أعرف الناس بضعفها وهزالها. وإلا فهم أعرف الناس بضعفها. رد على الأستاذ أحمد الكاتب في كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. وهذا الرجل تربى في حوزة كربلاء وسافر إلى إيران بعد قيام الثورة 79، وأصبح رئيسا للإذاعة للقسم العربي بإذاعتها، وأصدر هذا الكتاب. وقد أعرض الكتاب على كل أئمة ومراجع الشيعة فلم يردوا عليه إلا ردا واحدا فقط، قالوا كيف نهدم هذه المؤسسات التي نأكل منها، وكيف نهدم الدولة ونهدم أصل الإمامية. هذا ما قالوه وأثبته الكتاب في كتابه. يا سيدي، بعد إذنك أخونا عبد الله من العراق، تفضل أستاذ عبد الله. ألو، السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. أنا عندي سؤال للشيخ عرب، بس أتمنى يجاوب عليهن. أنا رجال عامي شيعي بس ما عندي معلومات. تفضل. بس من قبل متابعتكم صار عندي سؤال، أنا محيراتني. تفضل. السؤال الأول، لا
شيخ عرعور إذا كانت الخلافة هي شورى، فكشون خلافة يزيد هل كانت شورى أم وصية من معاوية؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، إذا كان القرآن المحرف عند الشيعة، فليش ما أضافوا اسم المهدي بالقرآن؟ وأتمنى تجاوبني يا شيخ عرعور، أنا رجال عامي بس أتمنى الله عليكم تجاوبنا على ثاني السؤالين. خلافة يزيد هل هي صحيحة أم خلاص؟ لا تعيد لا تعيد. لاحظوا أيها الإخوان وعيروا الساعة كم سأجيب بسرعة، ولاحظوا أولئك كم يجيبون. الأصل في ولاية المسلمين الشورى، الأصل في ذلك الشورى، ومن خالف ذلك فحسابه عند الله إن كان مجتهدا ورأى أنه عنده مصلحة معينة في ذلك، وإلا فالأصل فيها الشورى وحساب الناس على الله عز وجل. هذا واحد. اثنين، القرآن الكريم نقول إن الشيعة يقول محرف، ما نحن اتهمناكم بهذا، كتبكم تقول هو محرف. وأن المهدي أقول لك بكل صراحة من الظلم الكبير على هذا المهدي أنه معه القرآن ولا يخرجه للعباد، وهذه الروايات عندي الآن أنه لا يخرج القرآن إلا بعد أن يخرجه ثم ينشر ويحرق القرآن ذا. إذا لا نحن ندعي. ليش ما وضعوا اسم علي؟ لأن الفتوى عندكم هم أفتوا أن يحافظوا على هذا القرآن في شكله انتظارا لخروج المهدي، فانتظروا إن معكم من المنتظرين. لاحظ كم أجبت بسرعة وأجبتك على نفس ما خرجت عن الموضوع. أنتم ما بتضيفوا، لأنه جاءت الفتوى من المفيد ومن المجلس ومن أئمتكم أن تلتزموا ظاهر هذا القرآن حتى يخرج المهدي وفيه اسم علي وفاطمة. الأخ عبد الله لك أسئلة أخرى؟ تفضل. شيخ عرعور، شيخ عرعور، شيخ عرعور تفضل. زين، عندكم تقولون آية قرآنية وجعلنا عليا صهرك. أيوة، تقولون الشيعة محاف فيها. أخفض صوت التلفزيون أخ عبد الله، أخفض صوت التلفزيون، أخفض صوت التلفاز من فضلك عشان نسمعك بس. طلع لهاي الآية الموجودة شيخ عرعور، بين جعلنا عليا صهرك، وأنا والله 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 هسه أصير سنة إذا طلعت فيها، ثق بالله واعتقد، تكتب بيها ثواب. لا يعني تمديني للطريق الصحيح إذا طلعت لهاي الآية. أيوة جميل. شوف يا حبيبي الآن، يعني إحنا ما بدنا نخرج عن موضوع المهدي. أمامي الملف، عندي مثال فقط، 10 آيات يفسروها الشيعة، يفسر القرآن الكريم فيها. منها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية علي وما شابه ذلك من هذه الآيات. الآن إذا أثبتت لك من كتبهم أنهم يقولون بتحريف القرآن، هل أنت توافق على ذا؟ انظر أيها الإخوان، هذا اسمه الأنوار النعمانية، أنا ما أراكم كيف أفعل يمين شمال عندك؟ طيب تفضل. اعذرونا والله يا أخوان، أحيانا والله أنا أسمع صوتكم. الإخوان يلومونني على عدم رد كل الشبهات، الوقت ضيق وأحيانا السمع ليس مثل عندكم. هذا الكتاب اسمه الأنوار النعمانية. شوف أنا بمشي معك خطوة خطوة. تأخرتم، ظاهر على الهواء. طيب. ظاهر على الهواء تفضل. ظاهر. طيب. يقول فيه صاحبك هذا الأنوار النعمانية للجزائري، يقول فيه الإقرار بتحرير القرآن 357 من الجزء الثاني، حتى لا تقول نحن افترينا عليكم. عجيب، جاء معي خرج قدرا وهذا من زمان أنا أفتش عنه هذا النص، ما أدري كذلك هل يمكن أن تنقلوا من نفس الكتاب؟ نعم، حتى لا يقول انقل اقرأ بس. أنا لم نجتمع، اسمع اسمه أخ عبد الله. نعم أخ عبد الله. أنا لم نجتمع، هذا كتابكم، لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام. شو رأيك بهذا الكلام
هم يقولون انه ربنا غير ربكم، الهنا غير الهكم، ونبينا غير نبيكم، وائمتنا غير ائمتكم. هذا في الكتاب قدرا والله ابحث عليه من زمن. طب شيخ عدنان، هو بيقول لك وجعلنا عليها نصيرك، هل موجوده يعني في كتب اخواننا الشن؟ نعم طيب موجوده. بعد اذنك عندي عندي طيب تفضل. اخ عبد الله الكليني اورد في الكافي او روى في الكافي، الكليني روى في الكافي، في كتاب الكافي روى منسوبا للأئمة وهذا بعضه، عن أبي جعفر عليه السلام قال نزل جبريل بهذه الآية هكذا: إن الذين ظلموا بن قصين آل محمد لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. الجزء الأول صفحة 424 في الكافي للكليني قال أن الله تعالى ذكر هذه الآية: إن الذين ظلموا آل محمد لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. طبعا آل محمد زيادة. وقال أيضا: فأبى أكثر الناس بن قصين بولاية علي إلا كفورا. ونزل جبريل بهذه الآية هكذا: وقل الحق من ربكم بن قصين في علي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين آل محمد نارا. آل محمد زيادة. وأيضا بئس ما اشتروا به للظالمين آل محمد، للظالمين آل محمد نارا. نعم. وأيضا قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بغيا. وآخر آية: وأيضا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بن قصين في علي فأتوا بصورة من مثله. وهذا موجود في الكافي في الجزء الأول صفحة 424. تفضل لك أسئلة أخرى يا شيخ عرعور. مو هاي كلها تفاسير، ما موجودة هيك آيات بالقرآن الكريم اللي احنا سجلنا نقرأها حاليا. زين وين عرف القرآن الموجود اللي انت تقولون الشيعة محرفين وهاي الآيات الموجودة فيه؟ يا أستاذ عبد الله، يا أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله، الآن الأستاذ محمد قرأ لك ما هو موجود في الكافي. هذه ما يضعونها أمامكم لماذا؟ لأنكم ترفضون ذلك. أنت عندك من الفطرة والإيمان بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومعظم الشيعة أبشرك، معظم عامة الشيعة لا يؤمنون بذلك، ولذلك يخاف شيوخكم من أن يصرحوا هذا أمامكم فتغضبوا، تقول إذا نحن نقرأ غير الكتاب وغير السنة غير كلام الله، فلذلك يسترون على هذا. أنت حتى تعرف الحق، وقد سبق ويشهد الناس في ألمانيا وبالذات في مدينة ميونخ وبالذات في مسجد السلام معروف، يشهد أن بعض الشيعة العراقيين تسننوا في جلسة واحدة. كيف كان هذا الأمر؟ أنهم ما كانوا يعلمون. وفي السويد كررت هذا مرارا في مدينة بوتنبورغ، أحد الناس قال إذا بتثبت لي كلام أنه في تحريف للقرآن في كتبنا سأترك التشيع، وفعلا. إذن هذا الآن كتبكم تقول هذا، ما نحن نفتري عليكم. أنت اذهب بكتاب الأنوار النعمانية وفيها القول بتحريف القرآن، وقل لشيوخكم ما هذا الكلام؟ عم يقولوا أن القرآن هذا غير القرآن، والقرآن صحيح عند المهدي، ماذا ما تريدون؟ كيف نقرأ بقرآن نحن غير صحيح؟ فهم لا يصرحون لكم. إذا نحن علينا الحجة أن أنتم نستعين بالله ثم بكم أن تنتفضوا. لا نقول عن باطل، قولوا هذا كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. شكرا أخ محمد. أخ عبد الله، هل لديك ما تقوله في المهدي؟ تفضل. في المهدي. زين بالنسبة لرواية المهدي، نعم، شيخ عرعر موجود في سيرة أعلام النبلاء، لا، عن الإمام الحسن العسكري، نعم، وموجود البحجر العسقلاني، هم رواية موجودة. شو الموجود؟ احكي لي شو الموجود؟ ايش الموجود؟ يعني اهل السنة. نعم. تريد. انقطع، انقطع الخط. طيب. معنا حسن من البحرين، هل معنا عمر؟ حسن من البحرين تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، ونرجو الالتزام بالمهدي قضيتنا اليوم. لا، اول شيء تكلم على نار النعمانية. نعم. طبعا انا شيعي وفوجئت بما قال عن الانوار النعمانية. نعم. في قضية تحريف القرآن. وقلنا الكليني الجزء الأول صفحة 424. لا، كلام الأنوار النعمانية أوضح. صحيح. تفضل. ممكن تعيد لي الجزء والصفحة؟ طيب، تكرم عينك. تفضل. تكرم عينك.
ايش اللي قدامك ده؟ ايه لكن في عبارة رائعة جدا يقولها في تحريف القرآن. طيب سأتيك بها بعد حتى لا يطول عليك لا الخط. حتى لا يطول عليك الخط يا أخ حسن. وعندنا الجزء أخرى. الأول للكليني الجزء الأول من الكافي صفحة 424 في أكثر من 10 آيات فيها إضافات وقال نزلت هكذا. يعني الكليني قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنها نزلت هكذا. لديك أسئلة في المهدي تفضل. طبعا لا أول شيء طبعا كتاب الكافي وضع الكليني رحمة الله عليه قاعدة في أول كتابه في مقدمة كتابه أن ما جاء من الحديث عن أئمة الهدى عليهم السلام يعرض على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فانبذوه. هذه هي القاعدة التي وضعها الكليني في مقدمة الكافي. أما بالنسبة لما جئت به من هذه الأحاديث فأيضا موجودة في كتب السنة يعني في تفسير الشوكاني وهو من أئمة السنة يقول في تفسير آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يقول كنا نقرأ يروي رواية عن ابن مسعود ينقلها عن يا أستاذ حسن يا أستاذ حسن أنت قلت في تفسير الآية لم تقل أن الشوكاني أضاف للآية. لا خلني أكمل الكلام. اسمع يا عبد الله والله أنت الآن بديت اسمه حسن لا هو حسن حسن يا حسن أنت تريد الحق نحن اختصرناها لك وكل أئمتنا لا عفوا يعتقدون أن هذا الكتاب لم يحرف في صغيرة ولا كبيرة ومن اعتقد ذلك يجيبوا بالأزهر ويضرب عنقه بالأزهر اللي بيعتقد أن القرآن محرف. فلا تثير تأتيني الآن برواية ناسخ برواية منسوخ هذا أمر لا أقول مجمع عليه هذا أمر تعرفه الصغير والكبير. الآن تأتيني برواية أو بيكون هو فسر الآية نحن أهل السنة والجماعة الأمر عندنا منتهي ليس البحث معنا. الآن حتى في الدول التي لا تقيم الإسلام إذا واحد ادعى تحريف القرآن تقوم عليه القيامة. الآن البحث في ما نطق به أكثر من 30 عالم كبير من علمائكم من ذلك كما قلنا لك مرارا ما هو كل يوم أنا بدي أجيب الكتب يعني هذا مبتعد. هذا الكتاب يكفيك يا أخي دليل هنا وهذه نصه وعرضناه أكثر من مرة النسخة الأصلية من كتاب تحريف فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب هذا بين يدي طبعتين طبعة حجرية الأصلية والطبعة العادية. موضوعنا في المهدي كمان يا أستاذ حسن أنت من البحرين أخ شقيق تسمعني يا أستاذ حسن؟ نعم أسمعه. طيب حضرتك قلت أن الكليني الكافي قال يعني ما وجدتموه يطابق كتاب الله فخذوا به وما يخالفه فلا تعملوا به. الكليني كان في عصر النبختي والنبختي كان وكيلا للمهدي المنتظر كان وكيلا لصاحب الزمان. لماذا لم يأخذ النبختي هذا الكتاب الذي أصدره الكليني الكافي ويذهب به إلى المهدي المنتظر كي يصحح ما فيه؟ ده سؤال اسأل فيه أمتك ومراجعك. من قال لك بأن النبختي من وكلاء الإمام المهدي؟ أنا اللي أقول لك. اسمع الآن ما موقفك من الكتب التي قالت كتبكم في تحريف القرآن؟ أعطيني جواب كذا طيب لطيف صريح بالعقيدة. دعني من نبختي وغير نبختي. أنت مسلم ستسأل أمام الله وستحاسب ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ستسأل ولن يشفع لك لا شيخ شيعي ولا شيخ سني. أنت الآن ما هو موقفك النبيل الطيب من الكتب الشيعية التي دعت إلى الاعتقاد بتحريف القرآن ثم ننتقل إلى المهدي؟ تفضل ولك ما تريد. كلام نعمة الله الجزائر في الأنوار النعمانية.
أنت قلت ستخرج لي المصدر. سأعطيك إياه الآن. الآن سأعطيك إياه. المجلد الثاني صفحة 357. نعم سأعطيك إياه الآن وقبل أن أغادر. لو بدأ تتعطل القناة كلها، القناة وبشر المدير إذا بدأ تتعطل القناة كلها أطلع لك إياه. أنا نظري ضعيف ولو رأيت الأنوار غلط على وجهي. إذا بتتعطل القناة إلى الفجر لن تقوم إلا أعطيك النص إن شاء الله. الآن سألتك سؤال، ما هو موقفك من الكتب والعلماء الذين قالوا بتحريف القرآن؟ تفضل. إنهم مخطئون في ذلك. إنهم مخطئون في ذلك. جميل، هذه خطوة جيدة. إذا نعم. كانوا تكلم، ما رأيك بالنواصب اللي تكلموا بعلي وفاطمة، هل هم ضالون أم مخطئون؟ لحظة شوي، لا 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 تقفز من نقطة إلى نقطة. لا لا سألتك الآن، لا هي نفس النقطة. نقطة إلى نقطة. نفس النقطة. أنا أتكلم عن تحريف القرآن وعن كتاب الأنوار النعمانية. أنا سألتك عن هذا الكتاب. أي. أنت قلت أجب عن هذا السؤال وسأعطيك النص. الآن أنتظر النص. أنتظر نص الأنوار النعمانية. أي لا شك هذا من حقك. سأعطيك ليس نص الأنوار النعمانية بل سأعطيك 30 نصا اليوم 30 لا بس أعطيك الأنوار النعمانية 30 نصا من نصوص 30 إماما من أئمتكم من أئمتكم. أنا السؤال الآن لحظة، سؤال الآن، أنت قلت موقفك مخطئون، ما معنى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر؟ فهل اللي يرد قوله تعالى هذا مخطئ أو ضال كافر؟ الذي ينكر هذه الآية هنا، الذي ينكر هذه الآية طبعا كافر بإجماع المسلمين. جميل، الآن هؤلاء الذين قالوا بتحريف القرآن هل كذبوا الله في هذا القول؟ لا لم يكذبوا. خير بين. لم يكذبوا بين. نعم اجتهدوا فأخطأوا. الله يقول اسمع يا عربي، اسمع يا عربي لو كنت فارسي لعذرتك. الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اقرأ على أمك وعلى أمي وعلى أختك العجوز اللي بجبالها ملايا وفي غابات أفريقيا، في عبارة غامضة، الله نزل الذكر والله حافظه. ويقول الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أين محل الاجتهاد لأن يقولوا إن أبا بكر وعمر تلاعبوا بالقرآن؟ أين هذا من قوله في الحفظ؟ تفضل. طبعا هذه الآية لم يفهم منها ما قلت الصحابة أنفسهم، فما بالك بعلماء متأخرين عن عصر النبي صلى الله عليه وآله. سألتك الانتس، أنا ما لي علاقة بالسابقين، أنا أسألك إلك، هل تفهم من هذه الآية أن الله حفظ كتابه؟ كيف مالك علاقة وهم الذين نقلوا لنا القرآن؟ أنا بسألك أنت، أنت لا تسأل عن عقائد غيرك، أنت تسأل أمام الله عن عقيدتك وأنا أناقشك. طيب. لا أنت يا أخ عبد الله حسن، أنا أناقشك لا أناقش الميتين. أسألك أنت ما موقفك من الذين كذبوا الله في هذه الآية؟ إن لم تجب هذا فراق بيني وبينك وسنأتيك بالنص. تجيب على نفس السؤال كما أنا أجبت غيرك العراقي وغيره، ما موقفك من الذين كذبوا الله في حفظه لكتابه؟ أنت ما موقفك؟ أجبتك في ذلك وقلت لك يا شيخ عدنان أن الذي قال بذلك فهو مجتهد اجتهد في ذلك وأخطأ. ممتاز، اصبر. الذي اسمع يكذب علي عندك مجتهد ولا كافر؟ لحظة يا شيخ عدنان، نحن أنت الآن تقفز من نقطة. بس خلاص اصرفوا الوقت أثمن منه، اصرفوا. شكرا. شوف يا أخوان، الذي يكذب علي، عفوا اللي يعصي علي كافر، ليعصي علي كيف الذي يكذبه وكيف الذي يكذب الله؟ نعم. شكرا. أنا اشغلهم حقيقة. لا هو في فصل أعزائي المشاهدين، فصل ثم نعود إليكم حتى يشغلون النور يطفو هذا الذي في وجوهنا.
عدنا أعزائي المشاهدين وهذه الحلقة من كلمة سواء، وكنا نتحدث للرد على سؤال الأخ حسن من البحرين حول ما ورد في الأنوار النعمانية. وبالنسبة لي شخصيا قلت له أن النبختي أحد وكلاء صاحب الزمان، فقال لم يكن، إن النبختي كان الوكيل الثالث لصاحب الزمان في عهده، وقد ورد ذلك في الغيبة للطوسي صفحة 240. أخو حسن، أخويا حسن يراجع الغيبة للطوسي صفحة 240، قال أن النبختي وكيل المهدي استعان في مشكلته مع الشلغماني لحل هذه المشكلة بعلماء قم. فإذا كان هذا النبختي يتصل بصاحب الزمان والمهدي المنتظر في سردابه، كان لابد أن يراجعه شخصيا إذا كان وكيلا له. وهذا الكلام موجود في الغيبة للطوسي صفحة 240. إذن النبختي من وكلاء المهدي الوكيل الثالث، راجع علمائك. تفضل الشيخ عدنان، رد عليك في العوامل. قبل أن أدعمك أو لا أدعمك، ثم بعدين أقول نقطة مهمة. صرح بعض المناظرين من كبار علمائهم وحوزاتهم وهو من آل البيت يزعم في إحدى المناظرات على إحدى الفضائيات المشهورة، سألته بنفسي هل تزورون المهدي؟ قال نعم، ونتلقى منه أمام الناس مسجل وأجيبها له. حاليا يزوروه حاليا؟ أي نعم. اللي هو عايش من 1200 سنة؟ أي نعم. فقلت له هل أنت تزور المهدي؟ فتردد تردد المتواضع إنه هو ما بده يقول بيزوره لأنه هي كرامة حتى لا يقع في نفسه رياء، فلم يقل نعم ولم يقل لا. وكلمني مدير القناة مرة أنه قال في إحدى الحلقات نعم. أريد أن أقرأ لك النص يا أستاذ حسن من البحرين، من الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 357. أرجو من الإخوان عرض، طبعا تأخرنا بين ما صوروها، هو يراجع النسخة، يراجع النسخة، ومن فضلك قل الطبعة حتى لا يخرب. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، هذا نعمة الجزائري مترجم، عندهم ترجمة عظيمة جدا، يقولون انه من كبار علمائهم وما شابه. تفضل. يقول الثالث، بيتكلم عن القرآن الكريم للأسف الشديد، أن تسليم تواترها للقراءات التي عند أهل السنة عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي، يعني يؤدي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة، يؤدي يعني يقول إذا اعتقدنا بقرآن أهل السنة هذا يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة، حتى لا تقول لي ضعيف ولا تقول لي حديث آحاد، الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن، على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا، ما بقي شيء، مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا، حتى لا تخلي عالم عالمين 10 نلت 30 أخطأت، أعتذر للشيعة كلهم، أنا قلت 30 وأجوا شبه إجماع عندهم، قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها برواياتهم. نعم قد خالف فيها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسي، غير الشيخ الطبرسي لأنه في أكثر من طبارسة، وحكموا بأن ما بين دفتي هذا المصحف هو القرآن المنزل لا غير. هذول 4 فقط من علماء الشيعة اللي بيطلعوا 4400. نعم ولم يقع يقولون هذا 4. اسمع شو يقول صاحبنا، والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة. الكذب مستشري حتى في علمائهم، لاحظوا الكذب يشربوه مع الحليب لما يرضعون من أطفال من ثدي أمهاتهم. ما يقول يعني كثيرة
منها سد باب الطعن عليها بأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف جاز العمل؟ هي الجواب الجميل لصاحبنا العراقي عبد الله. فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز لحوق التحريف لها؟ وسيأتي الجواب عن هذا كيف وهؤلاء الإعلام إلى غيره إلى غير ذلك مما. ويقول كلام قبيح جدا في حق كتاب الله عز وجل ويضرب أمثلة. هذا الكتاب يمكنك إذا ما صور 357 أنا فكر الصفحة الأنوار النعمانية 357 الجزء الثاني أخ حسن مراجعة الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 357. إحنا بس عشان الختام فضيلة عدنان هعلق بس أعزائي المشاهدين في سؤال. نعم يعني شوف الأخ حسن قال من البحرين أن الذي يتجرأ على كتاب الله ويضيف عليه آيات مجتهد، أما الذي لا يؤمن بإمامة علي فهو كافر. لا مو صحيح كلامه. أمال ليه؟ أنا بس بفكر عشان بس سلم فديني. اللي ما بيؤمن بولاية المهدي مش علي. مش علي. يعني مو بس علي. يعني علي ممكن نحتملها. يكفرون لأنه ما أمن. الآن إذا مسلم. يعني إذا الكافي في الكلين لما أورد هذه الإضافات في القرآن فهو مجتهد. طبعا. أما الذي لا يؤمن بالمهدي فهو إيه يكفر. كافر وحلال الدم. هذه عجيب جدا الجرأة على كتاب الله عز وجل. يا سيدي أنا أريد أقول كلمة منذ فترة. أريد نحن أهل السنة والجماعة نحرم الكذب كما حرمه الله. عايزين خلاصة المهدي في خمس دقائق. ليس لك غيره. أي سأقوله. نحن نحرم الكذب. لكن قد يتساءل الشيعة لماذا علماؤهم يكذبون؟ فالكذب عندكم مباح، يعني يباح للعالم أن يكذب لأجل نصرة المذهب. وهذا هو السر اللي أريده أجيب الأخ عبد الله من العراق. يقول السؤال الموجه للخوئي هل يجوز، اسمع الكلام أنت مستغرب الآن منا، هل يجوز الكذب على المبتدع أو مروج الضلال في مقام الاحتجاج عليه إذا كان الكذب يدحض حجته ويبطل دعاويه الباطلة؟ رجل مثلنا مبتدع يقول باطل كما يقول الخوئي. اسمع الجواب. زعيم حوزة النجف. نعم. يعني الخوئي أعزائي المشاهدين هو زعيم الحوزة النجفية التي منها سمعت الشيخ شهيد وسمعت الشيخ عبد الحميد. تفضل. يقول الخوئي إذا توقف الرد باطله عليه على الكذب جاز. ولذلك هذا شيخ الشهيد. ولذلك لا تستغربوا من الشيخ شهيد لما يكذب وعلى الملأ كل ماذا قال على الملأ. قال هي بسيط بديب هاي مشكلة وأنا أخطئ وأعتذر من الأخوان والله أخرج من القاعة بيسموها استوديو بالإنجليزي أخرج من القاعة وأنا نادم من السرعة أخطئ في آية أقدم يعني مرة بعد ما طلعت انتبهت فاستمسك بالذي أوحي إليك من ربك قلت أوحي يعني مسلم معرض للخطأ. أما أنه يكذب ويقول أنا قرأت الآية ما كان الله وما كان الله ثم أعدنا. أنا أتعجب لماذا يكذب حتى وجدت هذه النصوص. يكذب على الملأ على البخاري. يقول عائشة اغتسلت أمام الرجل. بالله عليكم ماذا تفهمون؟ بدون حجاب وعارية. هذا واضح. لك واحد يسيء لأمه. أنا بعطيك سر يا أستاذنا الشيخ شهيد اللي ما في غير صنفان يتكلمون عن الأمهات فقط اثنين. المجوس واليهود. المجوس واليهود هم الذين يتكلمون عن أمهاتهم. مجوس واليهود عفوا والمنافقين. المجوس تكلموا عن أمهاتهم واليهود تكلموا عن أمنا مريم والمنافقون تكلموا عن عائشة أمنا. وأمنا ليش؟ أم كل مؤمن، فإن كنت مؤمنا فهي أمك ولا أكفرك. يقول كيف يكذب على الناس ويشوش عليهم. ثم اليوم لما جاءت حلقة المهدي كان يطالب أن يتكلم بعدالة الصحابة قلنا له أهلا وسهلا. فلما عرف أننا جئنا اليوم للمهدي لشافك الدماء بس وهناك أكثر من 10 نصوص في إباحة الكذب بل يقول أن ما بيكذب ليس من ديننا. هنا النص. نرجع لحبيبك المهدي. طيب من فضلك يعني. اسمعوا هذه النصوص الظريفة في هذا المهدي العجيب اللي الإنسان
لا يصدق. والله من كثرة الملف ضيعتوني. نعم. المهدي يضرب أعناق أهل السنة. حقد المهدي على العرب ليس بينه وبينه إلا السيف. إظهار المهدي للقرآن الصحيح. المهدي يهدم المسجد الحرام. الله أكبر. نجاح المهدي في فشل النبي، هذا للخميني. فنجاح المهدي في فشل المهدي يحيي أبا بكر عمر ثم يقيم الحد عليهما وعلى عائشة. الله أكبر. دين حقد دم ثارات. طيب يعني بدل ما يأتي ليملى الأرض عدلا يملاها خرابا. أيوة. ودمارا ويهلك الحرف الناس. المهدي مهدينا، أنا بدي أحكي لكم عن المهدي لكن تعرفوا بكرة جماعتنا معنا يعني. المهدي أنا باقي لي 10 دقائق أظن. لا لا دقيقتين. المهدي يهدم منابر المساجد، يهدم المنابر. أقرأ لكم على ماذا تريد؟ خلينا نضرب أن هي رسالة للعرب. لا لا سؤال إيه؟ يعني دعك من النصوص والمتون. إيه؟ يعني المهدي في عهد الدولة البويهية وكانت دولة شيعية قوية، طالب أحد الخلفاء البويهيين من علماء الشيعة في وقتها أن يخرجوا لهم المهدي، يعني هو يعني كانوا أقوياء. نعم. طلب كذلك الصفويين. والآن ممكن إيران تطلب خروج هذا المهدي حتى يعم الخير. لا يا سيدي. يعني ليه ما يطلبوش؟ أهل السنة مخطئون عندما يقولون ما في مهدي للسرداب. لماذا؟ هناك شاهد، وأتحدى الشيخ شهيد أن يثبت كذب هذه الرواية. دخل واحد من الشيعة مع وفد المقابلة. الرجل صادق. دخل وجد المهدي في السرداب. لكن فوجئ أنه وجده مكبل من أيديه وأرجله. مكبل. ويصيح المهدي أتحدى الشيخ شهيد يثبت كذب هذه الرواية. يقول للناس أخرجوني المهدي اللي هو عنده 1200 سنة. أيوة موجود في السرداب وأنا أؤمن بهذه الرواية. يقولون أخرجوني. قالوا له لا نخرجك للمهدي حتى تكفر أبا بكر وعمر وحتى تقول الحق مع الشيعة والباطل مع السنة. فقال المهدي أبو بكر وعمر إماماني وعثمان وعلي إمامان، هاي من عندي الآن، إماماني عظيماني فأئمة عظام وهم أئمة الإسلام. المهدي يقول، ويقول المهدي الشيعة على باطل والسنة على حق. وإذا كانت روايتنا كاذبة ذي سيقول الشهيد طبعا يقول هذا كذب. إذا كنا كذابين يقول الله تعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالآن يصوروا لنا المهدي حتطلع صورته مكبل مربوط. لا لا يسجلوا صوته. بمناسبة التصوير معروف يا إخوان أن أسامة بن لادن تبحث عنه مخابرات العالم، لكن بنشوفه في الجزيرة وفي بعض القنوات. لماذا المهدي لا يصل إلينا عبر الأقمار الاصطناعية ويخاطب أتباعه من إخواننا الشيعة مثل أسامة بن لادن المختبئ؟ يا أستاذ، إذا أراد الشيعة، أنا أخاطب الآن عامة الشيعة، تريدون ينتصر مذهبكم؟ هذه الوفود التي تقابل المهدي خلي صوروا المهدي حترونه مكبل، لذلك ما بيصوروه، لذلك ما بيخلوكم تشوفوا المهدي. يا شيعة أصحوا على أنفسكم، مكبلينه لأنه بيشهد معانا أنه نحن على الحق. إذا قال لك واحد أنه الشيخ عدنان كذاب قل له طلع صورة وراغم أنف صفر. شوف ما تقول لي مخرجين وما مخرجين. سنظهر صورة المهدي إذا أحضروها لنا. المخرج موافق؟ عمر. عمر أوه. عمر بس هذا مشكلة أنه اسمه عمر. المشكلة الخلاصة يا أخوان أن عندنا من النصوص، لكن دعني باقي لي أظن 7 دقائق. طب لا هو ختام الحلقة، لكن ختام الحلقة. أريد نص فقط. نصف دقيقة من فضلك. ما في بس. هنا نرجو أعزائي المشاهدين إخواننا الشيعة يتواصلوا معنا حتى يكون هناك طرف في المناظرة أصيل، حتى يوصلوا فكرتهم، حتى يكونوا يعني يستوضحوا أو يوضحوا لإخواننا الشيعة المذهب، وأيضا إخواننا السنة ربما بعض من السنة يتشيعون من كلام إخواننا الشيعة. يا سيدي فضل.
لا يمكن للشهيد وغيره يعني يستمروا. لماذا؟ خجل أمام الناس بعد رواية البخاري. والله العظيم جاءتني رسالة، بس أخذت الجوال منه، جاءتني رسالة من عراقي يقول فيها الشيعة في حيرة وفي اضطراب، يقولون يا علماءنا، والله وددت أن أقرأها، ما عندكم علماء؟ لماذا لا تجيبون عن الأسئلة؟ هذا النص أعرضه في الحلقة، لا لا لا، في الحلقة القادمة أعزائي المشاهدين. انتهى الوقت وأقرأ عليكم في نصف دقيقة. ويقول محمد بن علي الشلمغاني الذي كان وكيلا للنائب الثالث الحسين بن روح النوبختي في بني بسطام، ثم انشق عنه وادعى النيابة لنفسه، النيابة عن المهدي، لأن كان أعزائي المشاهدين هناك 20 ادعوا النيابة عن المهدي اللي هو محمد بن الحسن العسكري في السرداب، بقي منهم 4 فقط اللي هو الشريعي والنميري والعبرتائي والحلاج. كان النوبختي النائب الثالث، وكان ينازعه فيها الشلمغاني. قال بالضبط: كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف. يعني كان الشلمغاني مع النوبختي النائب الثالث للمهدي يتهارشون على النيابة عن المهدي كما تتهارش الكلاب على الجيف. ده موجود في الغيبة للطوسي، والطوسي طبعا معروف إذا ما قيل الشيخ أي ذكر به الطوسي، يعني لدى إخواننا الشيعة إذا قالوا ذكر الشيخ أي الطوسي في الغيبة للطوسي صفحة 241، كانوا يتهارشون على أن يكونوا نواب للمهدي حتى يجمعوا الأموال التي تصله في سردابه. انتهت حلقتنا. لحظة بس شوي. نعم. كيف لحظة فقط، كيف سيخرج الشهيد ويرد فقط على هذه الرواية فقط، ونحن نطرح عنه كان رجلا أن يرد علي بن أبي طالب يقرأ القرآن قبل نزوله، وعلي بن أبي طالب وجه الكون، وجه الكون. انتهت الحلقة أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وغدا نستمع إلى نصوص الشيخ عدنان، وننتظر الإخوة الشيعة للتواصل معهم، وقد اتصلنا عليهم اليوم فلم يجيبونا، وأيضا ننتظر من القنوات الشيعية أن تتواصل معنا ويظهروا الحق، ولعل الحق يظهر وتصبح الكلمة سواء لأمتنا الإسلامية على شاشة صفا.